السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد أسئلة الكتاب المدرسي عن نص كن بلسما. هراجع مراجعة بسيطة عن النص كده. قلنا شاعر هذا النص هو إيليا أبو ماضي. الشاعر ده قلنا هو شاعر لبناني. طيب بيتكلم عن إيه في النص ده؟ بيقول إن المفروض الإنسان يكون متفائل في حياته حتى لو حياته مليانة بالأزمات والصعوبات، عشان إنه بيقول المفروض نكون متفائلين علشان نقدر نحلها، ويكون متسامح مع اللي بيحقدوا عليه، ومفروض ان هو ما يقدمش الإساءة بالإساءة. بيقول الشاعر كمان ان المفروض الانسان يكون كريم معطاء وبيقدم الخير للناس، وما ينتظرش جزاء عمله، يعني ما ينتظرش شكر ولا مدح من حد. زي المطر، المطر ده بينزل وبيعم خيره على الناس كلها، ومش منتظر من حد يشكره. زيه زي الزهرة اللي بتريحها ريح عطرها بيفوح وبيسعد كل اللي حواليها غير شكلها الجميل، وزي البلبل اللي هو بيطربنا وبيغرد بصوته الجميل. الشاعر بيقول ان نحسبوا عدد الكرماء والمحسنين، نجيب كل الكرماء والمحسنين ونحسب عددهم ونقارن عطائهم بعطاء مين؟ بعطاء الزهر والبلبل. هنلاقي الزهر والبلبل اكثر كرما علشان مش بينتظروا جزاء من حد، اما الانسان بيكون منتظر حد يمدحه يقول له شكرا. فالشاعر هنا بيقول لصاحبه خد علم المحبة، خد علم الحب والعطاء من الزهرة والبلبل، لأن الحب ليه قيمة في حياتنا، وهناخد ليه منهم علم الحب والعطاء علشان هما مش بينتظروا الجزاء من حد. الشاعر بيقول لصاحبه بادل الناس بالحب، لأن الحب ده بيملأ الكون بهجة وبيجعلك تشوف البيت الصغير ده، البيت الصغير البسيط اللي من القصب ده، كأنه قصر، قصر منير. بس الكراهية حتى لو عايش في ايه بالكون ده كله هتشوف كأنه سجن ومظلم. الشاعر بيقول ما تنتظرش محبة من انسان احمق او سيء الخلق، لانه مش هيفهم معنى الحب ولا هيدرك قيمته. يلا بقى هناخد الاسئلة، هنحل من اول النشاط التاني. كن بلسما ان صار ظهرك ارقما، وحلاوة ان صار غيرك علقما، أحسن إن لم تجزى بالسنة، أي الجزاء الغيث يبغي إنهما، من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يصيب البلبل المترنمة. هنستخدم الكلمات الآتية في جمل من عندك. بلسما، قلنا البلسم اللي هو إيه؟ الدواء الشافي. كن بلسما، أو القصد به هنا الإنسان المتفائل. كن بلسما يعني كن إنسان متفائل. أرقما، قلنا أخبث الحياة اللي هي أخبث الثعابين يعني. أرقما، أو رأيت أرقما في حديقة الحيوان. علقم، احنا قلنا معناها نبات الحنظل او اي شيء مر. نبات الصبار، احنا عارفين الصبار اصلا طعمه مر، نبات الصبار طعمه علقم. هما يعني قلنا معناها سالة، هما السيل على الزرع. طيب بما صور الشاعر الانسان في البيت الاول، البيت الاول اللي هو ايه؟ تيجي نراجع مع بعض. كن بلسما إن صار ظهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. صوروا بالبلسم، البلسم اللي هو إيه؟ الدواء الشافي. طب ليه؟ عشان يقدر يتخطى أزمات حياته وصعوبات حياته، ويقدر يعيش في سعادة، ولما هيعيش في سعادة هيخلي اللي حواليه برضو يعيشوا في نفس السعادة. طيب هات من النص ما يفيد المعاني الآتية. بعض المخلوقات التي تعطي بلا مقابل، أحسن وإن لم تجزى، وإن لم تجزى حتى بالسنة، أي الجزاء يبغي إنهما. طيب الحب يغير الحياة، أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرة، وأبغض فيمسى الكون سجنا مظلمة. إن الكوخ ده الصغير بالحب هيكون كأنه قصر، والكون الواسع ده بالكراهية هيكون كأنه سجن مظلم. الأحمق يبعد عنه الناس، لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهمه. يلا ناخد النشاط الثالث، اقرأ ثم أجب. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرة، وأبغض فيمسى الكون سجنا مظلمة. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهمه. اشرح البيتين بأسلوبك. احنا قلنا ان احنا ممكن اسهل طريقة للشرح ان احنا نحط كل معنى كلمة فوقها، وهنصيغ الجملة بطريقة حلوة. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرة، وأبغض فيمسى الكون سجنا مظلمة. الشاعر هنا بيقول للإنسان بادل الناس بالحب
عشان الحب ده بيخلي الكون كله سعادة وفرح، كله بهجة، والبيت الصغير هتشوفه كأنه قصر منير. بس الكراهية هتخليك تشوف الكون ده على وسعه وعلى اتساعه هيتحول لسجن مظلم. لا تطلبن محبة من جاهل، المرء ليس يحب حتى يفهم. بيقوله ان انت ما تنتظرش محبة من انسان احمق سيء الخلق، حتى هو مش هيفهم معنى الحب ولا هيدرك قيمته. اكمل مكان النقط. جمع كوخ اكواخ، معنى جاهل احمق وسيء الخلق، معنى ياخده يتحول ويصبح. استخرج من البيتين كلمتين متضادتين، اسلوب نهي جملة فعلية. كلمتين متضادتين الكوخ والقصر، احبب وابغض، نيرا ومظلما. طيب تمام. اسلوب نهي لا تطلبن محبة من جاهل، ينهي ان انت ما تطلبش من محبة من انسان سيء جاهل سيء الخلق. جملة فعلية احبب ابغض. اي التعبيرين اجمل ولماذا؟ لا تطلبن محبة من جاهل، ولا لا تطلبن محبة، لا تطلب محبة من جاهل. الفرق هنا ان في نون، النون دي اسمها نون التوكيد. هنستخدم افضل التعبيرات اللي هي لا تطلبن محبة من جاهل. ليه؟ لان الفعل المضارع تطلبن اكد المعنى لانه متصل بنون التوكيد. من خلال النص اشرح المعاني الجمل الآتية مع إظهار هدف الشاعر. هنشرح كل جملة وهنقول إيه هدف الشاعر من الجملة دي. أي الجزاء الغيظ يبغي إنهما، إن المطر، هنقول هنشرحها إزاي. إن المطر إذا نزل وعم خيره، عم خيره على الناس، هو مش بينتظر جزاء من حد. طيب هدف الشاعر هنا إيه؟ الشاعر قصده هنا إيه؟ عايز يعلمنا إيه؟ عايز يعلمنا إن المفروض إن الإنسان يكون كريم ومعطاء دون انتظار الشكر. ابغض فيمسى الكون سجنا مظلما. بيقول هنا ان الكراهية ستجعلك ترى الكون على اتساعه ده كأنه سجن مظلم. هدف الشعر هنا ايه؟ يبين الاثر السيء للكراهية. الكراهية هتخليك هتشوف كل حاجة وحشة كأنها ضلمة. غير الحب، الحب اللي هيشوف الحاجة البسيطة كأنها حاجة كبيرة. النشاط الخامس، اقرأ ثم اجب. عد الكرام المحسنين وقصهم، بها ما تجد هذين منهم أكرمة. يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت الحب علما قيما. هنشرح البيتين مستخلصا العبرة والحكمة منهم. هنقول هنحسب هنا، بيقول له عد الكرام، يعني احسب عدد الكرماء المحسنين وقارن عطائهم بعطاء الزهرة والبلبل. هتجد ان الزهرة والبلبل اكثر كرما، لانهم لا ينتظران من احد الجزاء، مش منتظرين من حد يشكرهم ولا يمدحهم. بيقول لصاحبه اتعلم الحب والعطاء من الزهرة والبلبل عنهما. هو قصده هنا مين؟ الزهرة والبلبل. ليه؟ عشان الحب ليه قيمة عظيمة في حياتنا. طيب اكمل مكان النقط. معنى قصهم اي قارنهم، قارن حبهم، قارن عطائهم، قارن عطاء المحسنين بعطاء الزهرة والبلبل. يا صاحي اسلوب نداء، مضاد الكرام اللي هم الكرماء، عكسها البخلاء. ما الجمال في التعبيرات الآتية؟ يا صاحي اسلوب نداء غرض التنبيه، بينبه صاحبه. خذ علم المحبة، خذ اسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. وبرضه صور تصوير للمحبة بالعلم النافع اللي بينتفع به الإنسان. كن بلسما إن صار دهرك أرقما. كن بلسما ده اسلوب أمر غرض النصح والإرشاد. وهنا صور الإنسان بالدواء الشافي. طيب صار ظهرك أرقما، تصوير للظهر بالثعبان، بيدل على شدة الأذى اللي بيتعرض له الإنسان في حياته. أكمل ما يأتي. وفق الشاعر في انتقاء ألفاظه لتكون موحية بما يريد التعبير عنه، واعتمد في ذلك على عدة تعبيرات، منها علقما. علقما دي هو هنا مكان، علقما دي مكانها نقط. احنا بيقول اللي بيوحي بكثرة الألم المرارة في حياة الإنسان العلقم، وقلنا العنقم اللي هو نبات الحنظل أو أي شيء مر. طب زهرة فواحة بتوحي بإيه؟ بانتشار عطرها الجميل. اللي بيوحي بالسعادة والفرح، الحاجة اللي بتخليك مبسوط ولما تسمعها، البلبل المترنم. يبقى المترنم توحي بالسعادة والفرح. أكرما توحي بإيه؟ توحي بعظمة عطاء الزهرة والبلبل. اللي بتوحي بالحماقة الجاهل، توحي بالحماقة.
استخدم الشاعر في قصيدته بعض الألفاظ المتضادة زي إيه؟ حلاوة حلاوة وعلقما، الكوخ والقصر، أحبب وأبغض، يغدو ويمسي، نيرا ومظلما. وبكده نكون خلصنا الأسئلة بتاعتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.